بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. طالما سئلت عن رياضة اليوغا، اليوجا أو اليوغا، ما حكمها في الشريعة الإسلامية؟ وكما عودناكم دائما، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد من تأصيل علمي شامل يبين ما يجوز وما لا يجوز. تعرف اليوغا في أصلها القديم بأنها مجموعة من الطقوس الروحية الهندية، وهي مصطلح في الهندوسية جافن فلود، هي عبارة عن ضوابط وطرق تدعو يعني من التأمل والهدوء تؤدي إلى الفهم العميق، إلى اكتشاف الخبرات، إلى صفاء الذهن، إلى أشياء من هذا القبيل. هي مرتبطة قديما بديانات الإبراهيمية وغيرها، ربما وجدت شيئا من ذلك عند البوذية. الديانات الشرقية القديمة عندها شيء من هذا، وبناء عليه فكل أصل ديني فعال، لاحظ كلمة فعال وضع عليها خطوطا، يعني لا يزال مستعملا في طريقته الدينية أو يخالف شيئا من ديننا أو شرعنا، هذا قطعا ممنوع. وإذا كان ممارسة عقدية تقدح وتخرج الإنسان من إيمانه بالله سبحانه وتعالى. هذه الحالة الأولى، طقس ديني حي ليس ميتا. ما معنى حي؟ يعني هذا من ممارسات الهندوس الفعالة، وهو شعار ديني لهم، هذا قطعا لا يجوز ولا بشكل من الأشكال. الحالة الثانية، طقس ديني هجر ونسي أصله الديني، نسي تماما، وهذا له وجهان. الوجه الأول، فيه معاني مخالفة للدين كسجود لصنم أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو تقرب إلى الشياطين أو أي شيء من هذا، هذا ممنوع قطعا حتى وإن كان قد نسي أصله. الحالة الثانية أو الوجه الثاني، لم ينسى أصله، نسي أصله ولكن ليس فيه مخالفة، عبارة عن حركات رياضية تفيد الجسم. الآن أنا منقطع الجذور عن الأصل الديني تماما، فلا يوجد تشابه ولا يوجد مضاهات الكافرين في عباداتهم ونحو ذلك، أيضا لا يوجد مخالفة دينية في هذا الأمر. غاية ما في الأمر أن الإنسان يجلس جلسة تأمل وهدوء تام، بحيث يعني يسيطر على تركيزه. في هذه الحالة لا أجد مانعا من ذلك، لأن الأمر قد نسي أصله، وإذا وجد شيء من الخير ليس فيه شر وليس فيه مضاهاة للكافرين وليس فيه ما يخالف ديننا، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعان بطريقة الفرس في بناء الحصون، وهي ليست طريقة عربية ولا يعرفها العرب. سلمان الفارسي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام في خطة من خطط الدنيا، وهي الحصون العسكرية، فاستفاد منها النبي عليه الصلاة والسلام. ففهمنا من هذا، إذا وجد شيء من أمر الدنيا ليس فيه مضاهاة للكافرين وليس فيه طقس ديني وليس فيه مخالفة شرعية، فعند ذلك هذا الأمر لا إشكال فيه ولا مانع منه. ولكن باب الشبهة لا يغلق، ونحن الآن في زمان تمازج الحضارات،
ووجدنا أناسا من المسلمين يقلدون الكافرين حتى في أديانهم، ووجدنا الوشائج صارت كثيفة بين المسلمين وبين الكافرين، ويخشى على إنسان أن يكون مسيطرا عليه من قبل أفكار وديانات وملل أخرى. باب الورع يقتضي المنع من هذا. طيب يا أخي، اليوجا أو اليوجا هذه أنا أستفيد منها وأنا طاقتي الروحية وما أعرف إيش وكذا، طيب عندنا بدائل كثيرة جدا، فلماذا أنت يعني تتعب نفسك بهذا؟ هل تريد الاطمئنان القلبي؟ يحققه لك ذكر الله سبحانه وتعالى. هل أنت من الذاكرين الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا، قال نعم أذكر، أقول لما أقول أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولما أدخل الخلاء أقول إيش؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وحينما أخرج أقول غفرانك. جيد، هذه أذكار جيدة جميلة جاءت في السنة، ولكن لست بها تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل لك ورد من الاستغفار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، هل تعلم شيئا عن التصوف الإسلامي الذي فيه مراقبة ومشاهدة وفيه غض النظر عن المباح خشية الوقوع في الحرام، وكتم اللسان إلا إذا تكلم بخير، والتوجه إلى القبلة لأنها محط أنظار الصالحين والتوجه إليهم، وتوجهات أولئك القوم توجه إلى ما توجه إليه وهو خير المجالس كما جاء في الأثر. طيب الهدوء والصمت، جيد جدا. عندنا الذكر الخفي والطريقة النقشبندية تقول به، والآخرون لا يمنعون منه. الذكر الخفي أيهما أفضل، الجهر أو السر؟ الخلاف في الأفضلية ليس في الجواز. فأنت إذا جلست هكذا توجهت القبلة وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وتوجه قلبك على ذكر الله سبحانه وتعالى. السادة الصوفية عندهم في الخلوة اسم الله تعالى الأعظم، يجمعون عليه تركيز أذهانهم حتى لا تتشتت. عندنا وسائل تربوية، هل جاء بها النص؟ هذه قضية أخرى، هذه اسمها وسائل تربوية، هذه مأخوذة من الواقع، ويشترط فيها أن لا تخالف النص، لا يشترط أن يأتي النص بها. ما هو بالتجربة وجدنا هذا، وجدنا أن التوجه بهذه الطريقة يجمع القلب والفكر. لا، عندنا شيء آخر عند السادة النقشبندية أيضا، ولا سيما في بلاد ما وراء النهر وهو الشائع عندهم، حتى عند ما قبله عند الطريقة الكبروية أيام الشيخ نجم الدين الكبرى، وهي الموت الاختياري، موجود أيام الحكيم الترمذي. ما هو الموت الاختياري؟ أن يسكن النفس هذه التي توترت وأن يوجهها إلى الله سبحانه وتعالى حيث تعلقت بالدنيا بالأغيار، فيقول له موت باختيارك. يعني إيش يعني موت باختيارك؟ يأتي إلى لحد قد أعد خصيصا لهذا ويضطجع فيه كأنه قد مات. فهذا وجدوه يفرغ القلب من حب الدنيا. وجد عند بعض السلف من يفعل هذا، من يعني يضع نفسه في قبر ثم يخاطب حينما يتذكر هذا الموقف الحقيقي، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقول ها قد أرجعناك، فيرجع. هذه الطريقة عندنا حينما حورب التصوف بسبب جهل بعض المنتسبين للتصوف أو كثير منهم، خسرت الأمة طاقتها الروحية، فلجأت إلى يوغا موغا. نحن لسنا بحاجة لا ليوغا ولا موغا، عندنا بدائل كثيرة جدا وهي عبادة. توجه إلى القبلة، حط رأسك واستغفر بلا سبب، وكنا على قدم الإنصاف معتذرة. جربت هذا
ولم تذهب عنك الهموم؟ جربت أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولم تذهب عنك الهموم؟ جربت أن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وتمد بها النفس هكذا حتى ينقطع؟ جرب هذا عدة مرات، جربها يا أخي، معلش حتى لو كنت وهابيا ما في مشكلة، جربها 10 مرات، قل لا إله إلا الله مع انقطاع النفس، وقص ضغطك بعد 10 مرات فقط، بعد 10 مرات ستجد قد انخفض وذهب التوتر. فعندنا بدائل كثيرة جدا في هذا التصوف الذي استفاد من تجارب الأمم ومن حضارة الأمم، وأخذ ما يوافق الشريعة ورفض ما يخالف الشريعة. أما ما كان مرده إلى الواقع ليس إلى النص، والنص لا يخالفه، فأخذوا به من باب الاستفادة من خبرات الأمم السابقة. أما إذا كنت مقلدا للغربيين والكفار فأنت حر. أما أقول لك عندنا بدائل كثيرة ووفيرة ومفيدة ومجدية، وتكون في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.